24, Los Angeles. نسير على خطى ثابتة من ناحية الميزانية. عند مناقشة الأمر مع عمدة ريو وقت تنظيم أولمبياد 2016 أخبرني بأن العام السابق للأولمبياد مباشرة هو ما تكمن فيه كل الخطورة، ونحن الآن مستعدون بالفعل قبل عام من الانطلاق. لا تزال هناك الكثير من الأمور غير الجاهزة يفصلنا عام عن الأولمبياد اليوم فيما يتعلق بالمواصلات والأمن وتقديم الطعام، فالتحديات ضخمة للغاية. تقديم 13 مليون وجبة خلال الألعاب الأولمبية أمر هائل، لكن ما يطمئنني اليوم هو أن هذه القضايا قيد التنفيذ. إذن هناك الكثير من الأشياء ليست جاهزة بعد، لكن هذا طبيعي. لدينا مهمة وهي توحيد الرياضيين من مختلف أرجاء العالم في منافسة سلمية. لدينا مسؤولية وهي ألا نعاقب الرياضيين على تصرفات حكوماتهم.